الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. تفسير حلم موت الجد وهو حي في المنام، والله أعلم. تدل رؤية الجد الميت حيا في المنام، والله أعلم. علامة على التوبة من الذنوب والمعاصي التي كان يرتكبها صاحب الرؤيا الأيام الماضية، والله أعلم. حلم الجد الميت كان حيا في المنام، والله أعلم. علامة على تخلص صاحب الرؤيا من الأعداء المحيطين به خلال تلك الفترة. رؤية الجد الميت يعود للحياة مرة أخرى، والله أعلم. علامة على دخول الكثير من العلاقات تلك الأيام، والله أعلم. تدل رؤية الجد الميت حيا في المنام، والله أعلم. علامة على خسارة الأموال والتعرض لضائقة مالية كبيرة خلال تلك الفترة. رؤية الجد الميت يموت مرة أخرى، وكان صاحب الرؤيا يبكي، والله أعلم. علامة على كثرة ذكر اسمه في تلك الفترة بشكل كبير. تدل رؤية البكاء على الميت في المنام، والله أعلم. تكون إشارة إلى الحنين والاشتياق للميت خلال هذه الأيام، والله أعلم. رؤية موت الجد الميت في المنام والبكاء عليه، والله أعلم. علامة على الذكريات التي تصاحب صاحب الرؤيا خلال تلك الأيام، والله أعلم. تدل رؤية موت الجد الميت في المنام والبكاء عليه، والله أعلم. علامة على الشعور بالندم الشديد بسبب تقصير صاحب الرؤية في حق الجد، والله أعلم. والله أعلم. تدل رؤية موت الجد المريض في المنام، والله أعلم. علامة على الانتقال إلى مرحلة أخرى خلال تلك الفترة. رؤية موت جد المريض في المنام تعني أن تكون إشارة على التوبة من الذنوب والمعاصي والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. حلم موت الجد المريض في المنام، والله أعلم. علامة على الهم والأزمات التي يعاني منها تلك الأيام. رؤية موت الجد المريض في المنام علامة على التغيرات التي تحدث في حياة صاحب الرؤيا خلال الفترة المقبلة، والله أعلم. رؤية الجد الميت يقول إنه لم يمت، والله أعلم. علامة على المكانة العالية التي سيحصل عليها تلك الأيام صاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. رؤية الجد الميت يقول أنه لم يمت تكون دليل على موته على الشهادة والتوحيد، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.